معي من بيروت رالف الحاج المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة شرق الأوسط. مساء الخير رالف، أهلا بك معنا. المعارك لا تزال متواصلة، أكثر ما لدينا إنسانيا هو معلومات من السبت فيما يتعلق بالنازحين والمرضى وما إلى ذلك، 60 على سبيل المثال 60 مريض خرجوا السبت من ضمن المعلومات. يعني ما جديد اليوم؟ مساء الخير. نعلم طبعا حسب التقارير أن الألاف قد فروا أو استطاعوا النزوح من الأماكن الساخنة والأماكن المتعرضة يعني إلى التي تشهد معارك. وطبعا اليوم الأولوية هي أن كل الأطراف يعني يحترموا المدنيين ويحترموا عدم استهداف المدنيين لكي يستطيع الأشخاص هربا من الموت الذين يريدون الخروج من يعني الغوطة الشرقية الخروج بشكل آمن والوصول إلى مناطق آمنة لكي يستطيعون تلقي المساعدة الإنسانية يعني في المخيمات التي يتم يعني تحضيرها. وفي هذا السياق يعني نحن قمنا باستجابة سريعة إلى آلاف من الأشخاص الذين نزحوا إلى مخيمات في عدرا وأيضا في الدمير، ومديناهم بالمساعدات الإغاثية الغذائية وغيرها كالخيم وأيضا المستلزمات الشخصية الأساسية وأيضا خدمات الصرف الصحي. وإذا تم النزوح أكبر، كم غطت هذه المساعدات التي قدمتموها لمن نزح لهذه المخيمات رالف؟ نعم يعني ليس لدينا الرقم المحدد كأرقام الأشخاص التي نزحت، ولكن نحن لا أنتم المساعدات يعني تغطي كم؟ نعم. إيه المساعدات يعني اللي أوصلناها هي تفيد تقريبا حوالي 20,000 شخص اذا هذا هو العدد يعني الذي ولكن اذا هناك عدد اكبر من الاشخاص سوف يتم يعني سوف ينزحون في الايام المقبله فنحن سوف نستجيب بشكل سريع. اليوم الاولويه طبعا ايضا هي الوصول الى داخل الغوطه الشرقيه كما وصلنا يوم الخميس الماضي عندما كان رئيس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر على الارض يواكب طواقم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر العربي السوري في ايصال المساعدات الى المستودعات في دوما لكي يتم توزيعها على الناس. يعني اليوم المهم ليس فقط الوصول مره في الاسبوع الى الشرقيه، ولكن المهم ان يسمح لنا وان تتفق كل الاطراف. طب متى ستدخلون مجددا؟ يعني انتم العنوان العريض اللي وضعتموه كصليب احمر طبعا عن مأساويه الوضع دائما تتحدثون، ما الجديد؟ ما الذي ستقومون به؟ بالنسبة للنازحين اللي تعرضوا لإطلاق نار أيضا، ماذا لدينا من معلومات بهذا الإطار سيد رالف؟ ليس لدي أي يعني معلومات أكيدة عن ما حصل للنازحين وهم يخرجون، ولكن نعلم من خلال عملنا وخبرتنا في العمل يعني على الأرض أن دائما يتعرضون إلى الخطر، وهم طبعا الخطر الكبير هم على أنهم يهربون ولا يعلمون أين يذهبون. فهذه مشكلة يعني، ولكن اليوم نتمنى من كل الأطراف احترام المدنيين إن كانوا داخل الغوطة الشرقية إن قرروا البقاء في بيوتهم وهذا حقهم، وإن قرروا أن يعني يتركوا بيوتهم ويذهبوا إلى أماكن أأمن أكثر أمانا فيجب احترام حياتهم وعدم استهدافهم. اليوم نحن على تواصل مع الأطراف ونتمنى أن يسمح لنا في الأسابيع القادمة يعني أو في الأيام القادمة ليس الأسابيع القادمة في الوصول إلى الغوطة الشرقية وبشكل متكرر وإلى مناطق أخرى، ولكن لا أستطيع أن أؤكد متى وأين لأن ليس لدي هذه المعلومات. سنكون معكم على أي حال بكل تفاصيل تحركاتكم. أنا أشكرك جزيلا من بيروت رالف الحاج المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة شرق الأوسط.